ما في زول ولا يلعب كوره ولا في يلعب كوره. قبره بيجي من ورا بيطلع وبيجي. ما في زول بيمشي بيساعده. ولا في زول بيجي على المساعده. افتح الخانه يعني تقعد باص. ما في زول يفتح الخانه زول. ما يجوز المجالس هيك المجالس ما في امانه. تكلم عن فارس يا اخي. ما لك قبل ما لك انت يا مالك في شنو تعبان؟ طيب ما لك يا اخي؟ اكون محمد 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 ما ظلمش حد براه. انت ما شاء الله ولا حاجه. ما لك يا زول انت ما لك انت. كل ما تعرف ولا شنو؟ ما في زول شغل براه ما معه يا زول. ولا بدي دعم ولا بدي يا غالي ولا بدي صندوق. ما عمل محمد ظلمك كده انت تفوت كل فيه. تكون بدال يا اخي ما قلت لك يا اخي. اسكت يا اخي. اسكت يا اخي. ما لكم مسكين ما كلام فارغ. اسمع بس. شغل عشوائي ما فيها معنى. الكلام قلنا كله خلي ركبنا في النادي جيتو عملتوا اشياء في الروسيه كله. ما نكون حرر قلبي بتاعته. لما الفنان ساي يا منطق. لما نكون في حرر قلبي ما في حرر قلبي ما في كوره. ايش ده يا اخي؟ ولا تقول سبب كورة مرة ولا أي حاجة كورة لب 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 لأن تمرين ما تمرين ما مرناه تمرين ما قلنا لمسة واحدة خذ المرة عباس الزول المحور أنت محور أمشي على الكورة كويس المدافعين ديال الكورة بيسكت وراه أنت واقف ساي عباس ما قاعد كورة فيهم أنت أكون ماشي ما أسعف في كورة أنت ما فيش أنت ما فيش كورة من ماشيين أنا قاعد فرق في شنو نين قاعد فرق بشون قاعد فرق بشون يعني بس بس بعد ما خلاص يا ما نين قاعد فرق بشون قاعد فرق بكورة يعني بس يا شباب صلح التمرين بالوطن وين وقت زول هاد صار قلنا التمرين بالوطن يا سيري يا ملكة الكورة التمرين بالوطن وين التمرين بالوطن وينو؟ التمرين مباشر وينو؟ ما في تمرين ما في تفك تاع الخانه جميل دول ولا في دعم بمشي لزول عنده كوره غير قبل بيمشي لزول ما في مين زول 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 عنده كوره الناس اللي يقعد عليهم يمشي عليهم يسلم الليل مين زول عنده كوره هنا واقفين ساكت بعدين الخصم يسب لي كوره واقفين يفرج انا امشي على كوره اطول مع الخصم ممكن الخصم يسب لي انا واقف يفرج فيه انت راجع لي شنو؟ السر وملكه وجبره وعباس الاربعه تاع سنتر لا لاعبين ثلاثة وستين بس سجل أكثر من كل أنتم زايدين بين نفر واحد وينو يا أخي؟ أزول السلم وكور واقفين يتفرجوا فيهم كورة كما شفناهم ولا ما لعبناهم معقول؟ فنان لابس ساكت فنان لابس ساكت بعدين بقول لك مهاجمين مهاجم وصلوا كورة وين؟ في مهاجم وصلوا كورة هسه ولا باص بريها ولا أي حاجة محمد بكاز البراوي هو هنايا بعدين انت دائما تكسب الكوره فهمت الكلام ده يا زول اكسب الكوره ما تكسب الجسم الناس اكسب الكوره انت مهاجم انا بكسب الكوره ما بكسب الجسم الناس كان ضربونا بلن كان خلونا جول ما اقول بعدين الرجوع يا ابراهيم الرجوع مسلك لجوا مسلك دبر يا ابراهيم تعال يا سلام يا سلام تعال اجل يا قط بالنسبة للأفراد ليش يوقف؟ دقيقة ما خلاص يعني